السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ طبعا انا يا ديموجي، انا المشط جاع المحارة وبشط، ايه انا المطر ماسك اخصامي وبشط. حلقة الموسم حلقة 2023 ما كانش المفروض 2023 تخلص من غير ما اختمها هذا الختام المميز. حلقة مليئة بالمفاجآت. انا حاسس ان انا بقدم فيديو صباح الكورة بتاع منصور، هتشوفوا فيها حاجات كتير قوي، هتشوفوا اول فيديو عملته على اليوتيوب، هتشوفوا فيها كل الناس اللي بتشتمني على الانترنت على قلة الادب، فقرة كده معمولة خصيصا للاخصام عشان يتبسطوا. هتشوفوا في حلقة النهاردة كل الناس اللي انتوا بتحبوهم على الانترنت عامة والمشاهير والفنانين بتوع السوشيال ميديا وكده، وهم بيسفوا عليا وبيرستوني وبدوق من اللي انا بعمله شويه غالبا، يعني هتقمص وهمنتج الفقره دي. وفي اخر الحلقه معايا ضيف مميز، مش هكتبه في التايتل ومش هقول هو مين ومش هحطه في الثامنيل، مفاجاه. السبب الاول والاخير واستضافه دسمه ورائعه مع اكثر شخص مؤثر في حياتي، الشخص اللي خلاني اعرف اصور ومنتج واعمل ما بقتش حمل، وصاحب كل الفضل اللي انا فيه. سنه عدت، بدانا مع بعض، كبرنا مع بعض، شهرنا مع بعض. بصراحة انا بس شهرت، انتوا لسه زي ما انتوا يعني، بس ليش يعني انتوا واحد يعني، بس شكرا، ما كنتش هبقى كده من غيركم. جبنا ضيوف كتير، رقصنا مع بعض، غيرنا نظارات، لبسنا كبات، اشتغلنا نبطشية، عملنا تحية العلم. سنة غيرنا فيها زوايا كتير، جبنا سماعة جديدة وكسرناها، جبنا نظارة جديدة بس ما كسرتهاش، لان طبعا العظيم لو كسرتها حرفيا ابويا هيشخني. انا حبيتوني وحبيتكم، كرهتوني وكرهتكم. انا دلوقتي بقول اي كلام بصراحه، انا هحط لكم الانستا باي بتاعي تحت، يا ريت اللي معاه فلوس يحول لي. كل اللي عايز اقوله، انا مشطشط، انا مطارق، جاي بخبط بالمضارع، انا ما بقتش حمل يا دلموكي. الفقره الاولى وهي بعنوان الله يسامحكم، عشان في ناس كتير قوي شتمتني في الفقره دي. شكرا حسام حازم، هو اللي عدى هذه الحلقه، فتعالى نشوف الناس الله يسامحهم كلهم، ربنا يسامحكم عشان انا مش مسامحكم. تعالى نشوف مع بعض الهيت كومنتس والتويتس اللي موجهه لشخصي العزيز. ما ينفعش اقول على نفسي كده عادي، الموجهه لشخصي المشاط. ليندا سليمان بتقول لي اعطينا حساب ابوك لنقول له يرجع يا ربي، لان اللي بيتمسخر على اهل اي حدا بالعالم بيكون عديم اخلاق وتربيه. والله انا عمري ما اتمسخرت اهل اي حدا بالعالم. موضوع حساب ابويا ده انت بتبتدي تلككي يا عم من ابويا يعني وسيم. عامه انا ممكن اعطيك حساب ابويا البنكي، غير كده ما اعطيك اي حساب. ما رأت عيني ليه، انت ما شفتش خلاص حساب لسه ولا ايه؟ توكسيك يوسف بيقول لي وشك ده ولا علبه ورنيش؟ لا وشي يا عسل. ودنك دي ولا ودني فيه؟ لا ودني. الحمد لله ما خدش باله من مناخي. انت ايه ما بتشوفش ولا ايه؟ سايب كل دي ازاي؟ سايبها ازاي؟ انا كنت كاتب تويت بقول فيها انا نازل الجيم اقعد مع نفسي شويه اطور شخصيتي. مصطفى يسري بيقول لي ما تبس يا ابني بقى كوميديا ابتدائي اللي ريحتها لانشون دي. وانت عندك حق بصراحه، ايه اللي انا كاتبه ده؟ مش عارف مين فهمك ان ده مخ خفيف، ومين فهمك ان ده محتوى، ومين فهمك انك مقبول. والله اللي فهمني الحاجات دي واحد صاحبي اسمه بوجو وواحد صاحبي اسمه موح، فلو عندك مشاكل روح اتعامل معاهم يعني، انا بره عني. ومين فهمك ان الناس اللي بتترول عليهم دول ليهم قيمه عشان تقلل منها؟ هو غالبا بيشتمني انا والناس اللي بتريق يعني. صديقي عبد الرحمن فتح النار على الكل، دي من اخيرك لوحدك. توكسيك يوسف خد باله، يعني ان تاتي متاخرا خيرا من ان لا تاتي، يعني شابوه استاذ توكسيك يوسف. اهو الواد ايادي الموجي ده مثال حي للمتنمرين بتوع المدرسه الرخمين اللي يفشخوا نفسيتك ولما يلاقوك خلاص انهارت من تصرفاتهم فيقولوا لك ايه ده انت بتزعل من الهزار؟ احنا ما كناش انا بص انا مقدر منطقيتك في الكلام وكل حاجه، بس انا مش قادر اخد كلام من واحد اسمه كوتيك النهار. يعني بالنسبه لي فكره ان انا حد بيقول لي ايه الصح وايه الغلط او بيشاور او عنده وجهه نظر اسمه ديك النهار دي بالنسبه لي موتره، فما اظنش ان انا هسمع كلامك. لا انا تمام، انا جامد، انا فشيخ، انا دم سم مناخيره مالت الشاشة. خلاص طيب، ما اعرفش بصراحه، يو ار نوت فاني ات اول، اي فاي ام فاني، اي لاف يو، اي لاف يو، انت بس واحد رود وفاضي وقرر. انا ام نوت رود، اي سيد اي لاف يو وفاضي، قرر يطلع فراغه على الناس بجد، شوف لك حياه، اعمل اي محتوى يكون قائم عليك مش على الناس التانيه. حرفيا بعمل اللي انت بتقولي عليه دلوقتي، انا بعمل محتوى عليا. محتوى قائم عليا دلوقتي في الحلقه دي، مع اني مش بطيئك بس والله بحب قرشتك اليع يعني. أو اشتمك طيب ولا بوست ولا ازعل ولا اعمل ايه؟ ده حد حط صورته عادي، افتكرتك الواد بتاع السبت الممتاز. مين الواد بتاع السبت الممتاز؟
واد مناخيره غريبة كده واسمه ياد الموجي البوجي مش فجر مناخيره غريبة انت تخيل اللهم لا اعتراض يعني بس مناخيره غريبة مش اللي هو مثلا واد مناخيره كبير لا مناخيره غريبة يعني هو لسه من ما فهمتش التركيب ياد انت صرم قوي بجد واسود فشخ من جواك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كمل تعمل كده لانك بتضحكني قوي بضحك عليه يعني والله انا كده ماشي صح اماني يعني تمام مبسوط ان انت مبسوطه والله يعني هو الهدف مبقتش حمل والله انا بحب اياد الموجي كل حاجه بس خلاص يا اسطى حلبت يا اسطى انت عارف يا صاحبي يا ضل ايه عايزين نغير بقى مين اللي عايزين مين اللي انا وانت يعني خدت عليا عايز تغير انت معلم غير براحتك انا مش عايز اغير بس اياد الموجي فيديوهاته بدات تبوخ ليه فعلا ليه ازاي في حد يتقبل حسام استيكا وعمرو الراضي بامانه شايفين ايه احنا مش شايفينه منطقي محمد طارق منطقي واياد الموجي ليه انا مالي دلوقتي هو انا الوحيد اللي شايفه اياد الموجي دمه اسفلت ده غالبا مش انت الوحيد يعني في 100 واحد قبلك لحد ولسه القائمه مستمره يعني انا بيجي لي كرشه نفس لما بلمع له اي فيديو غالبا مش انا التاني بيلبس سبونج بوب ونضاره شمس مش انا قاعد بتفرج على حلقه اياد الموجي وبعد 20 دقيقه اكتشفت اني كنت سرحان في مناخير ما خلاص يا عم انت هو يا عم ما خلاص مناخيري واكله الجو واكله شفتك انا مش قادر اعيش في بلد المحتوى الكوميدي بتاعها بقى اياد الموجي يعني هي دي المشكله يعني هي دي المشكله البلد كلها تمام معاك يعني وقادر تستحمل كل حاجه وجيت على محتوى الكوميدي بقى اياد الموجي بقى هو ده اللي مخليك مش قادر تعيش في البلد اقسم يخرب بيت الظلم يخرب بيت الظلم مش قادر استوعب ان في حد بيحب اياد الموجي وبيشوف الفيديوز بتاعته سيم والله ارزاق يعني قول ايه ربك بيرزق العبيط اول لاعب يخطر ببالك الشعبيه الموهبه اياد الموجي البتاع بس انتوا بتتلككوا عشان تشتموني بيقول لك لاعب اول لاعب ياخد انت طب حافظ مش فاهم يا ابني انت بتلفها عشان تشتمني يعني انت بتبذل مجهود انا بتعرض لمؤامره والله دي مؤامره يا اياد شوف لك شغلانه تانية بالله عليك انت ماده خام للمسخره والبيض انا ما عنديش مشكله في الكومنت انا عندي مشكله في اللي كاتب الكومنت المكتبه الشامله انا تخطيت حيز البني ادمين ان انا بقيت بضايق البني ادمين والبني ادمين متضايقين مني بقى في حيوانات زي ديك النهار وتقريبا لوكيشنز من المكتبه الشامله انا بقيت بتشتم من كتب ومجلات وبتاع انا بتهاجم بعدين معلش يعني بعد اذن يعني الادمنز بتوع المكتبه الشامله ما تشوف شغلك يا اسطى واقف عند جاي عندي بتعمل ايه بتعرف فيديو ليه ما تنزل لينك كتاب عادي غزلان بي دي اف ولا حاجه ليه المراقعه دي يا اسطى عندك علامه تسلا في ورده طب ومناخير يا اسطى انت سم جدا لما اشوفك ضغط بيع يعني انت تقعد تجيب امراضك فيا وكل واحد هيقعد عنده هيقول لي انت السبب هتلبسوني مصيبه ما واحد عنده كرشه نفس والتاني ضغطه بيعلى ما تتفرجش يا عم روح اتفرج على بلايند شو ضغطك عيوط هيجي لك غيبوبه زوج بص خلص الحلقه وهاتوا كده كومب الانبوبه الكبيره عشان تهدوا الالتهابات دي الانبوبه الكبيره ما انت مش دافع ما انت مش دافع حاجه من جيبك برضه سخيف ومش بتضحك قاعد تحس ان انا اللي هو بروح لهم كل شويه اللي هو ايه بس والله العظيم دم خفيف برضه سخيف طب اسمع النكته دي خد الفيديو ده خد امسك الفيديو برن الجرس وارمي الفيديو احدفه في وشهم لا برضه سخيف ما تحاولش مش بتضحكني اقسم بالله مهاب شادي يضحكني اكتر انا بحس ان شتيمه لمهاب يعني انا حاسس اللي هو ايه العيال بتبقى عايز تشتمني في الوقت يا عم ده انت مين زباله مهاب شادي بيضحكني اكتر منه I used to watch your videos for fun and to be able to laugh Now, even your videos aren't doing it. I just want to die. استنى من المحل انت بتقول ايه اكتر حاجه بحبها فيك شعار المرسيدس اللي فوق وبعدين يا اسطى في المعرض العربيات اللي انا فاتحه ده استاذ بدر نور الكوميديان العظيم بيقول عليا مفيش فرق بين اياد الموجي ومحمد طاهر احاول اكمل غير ان اياد شكله احلى ومش فلاح بص هو مبدئيا ده تنمر صريح انا ما اقبلش ان انا ابقى زي محمد طه تاني حاجه انا فلاح عادي وشكرا ان انت شايف شكلي احلى يعني ميرسي يعني اعتقد كان ممكن تجيبها بطريقه احسن من كده لو عايز تقول ان انا شكلي حلو او تفلرت ممكن انا ناس ما تشوفش الجمله الاولانيه بس ماشي بس انا بسامحك يا استاذ بدر اللي انت شايفه يا عم اللي انت شايفه يا عم انت راجل كبير وعندنا عرسنا يا عم ماشي يا عم بصراحة انا متضايق اعتقد كفاية كده عشان اتقمصت اتحملت شتايم كتير اتحملت هجوم كتير بس مش متحمل ان حد يقول ان انا مفيش فرق بيني وبين محمد طاهر مش للدرجة دي ازاي انا مش مبسوط انا مش كده انتهت معانا الفقرة الاولى وتعالوا نشوف الفقرة الثانية المفاجأة واهم فقرة في هذا السيزون بطهرتي بشرفهم اما كلاب ماني هايتي بسربهم والعزو خرزانتي بنفضهم بفعل سبايكي وهبطهم على مدار السنة دي شفتوني مع ناس كتير كضيوف وشفتوني بروست ناس كتير من صناع المحتوى والفنانين من على الكرسي ده اللي من عليها هزرت على ناس كتير
انتقدت كل الناس، لكن جه الوقت ان اقوم من على الكرسي ده. واقعد على الكرسي ده. هو نفس الكرسي بس كان بتضحك في دماغي. اللي مش عارف الفرق اللي بين الكرسي ده والكرسي ده، الكرسي اللي هناك ده هو اللي انا برست فيه الناس، الكرسي ده اللي الناس والمشاهير وكل صناع المحتوى والسوشيال ميديا انفلونسر والكونتنت كرييترز هيرستوني عليه. بتكونوا مبسوطين ورب تكون الناس كلها مبسوطه وشافتني في الموقف اللي انا كنت بحط الناس فيه. تعالوا نشوف مع بعض كل الناس اللي انتم بتحبهم وما بيرستوني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه انا شخصيا انا ما بقتش حمل ايدي عصام باشا حبيبي اخوي كده كده حبيبي عم مرار خلاص. ايه اللي بيضحك يا حليم؟ مش فاهم. كمان الفكره ان هو مالك يا اسطى بيعمل نفس اللي عمله مروان يونس من زمان، ان هو بس راح عامله يوتيوب وثبته وبتاع، ثبت بس مواعيد عامه يعني جديد يعني جديد يعني جديد يعني محتوى من لا يوجد له محتوى نقطه، اللي هو الشخص اللي فشل هو اللي بينقل. عارف الناس ثانيه ما عملتش محتوى مش هتلاقي حاجه تعملها. يا عم انت ما تهزرش معايا حليم، ما تهزرش معايا، ما تكلمنيش، ما توجهليش كلام. اتفضل يا مروان انت وصلت. ارتحت عندك مش هبص لك بالظبط. ايوه ما بتضحكش يا جدع، ما بتضحكش ما بتضحكش. انا رايي بقى ان احنا مش هنسرف على فيديوهاته صوره صوره، يعني البني ادم في الاكونت بتاعه يعني الصوره دي بتبقى عايز يبين ايه. تعال نشوف رسائلك بقى. يلا يلا نبدا بدي. وريني الرساله دي. انا متفاهم شباب الروش دايما بيحب يلبس نايكي وجوردن وكات كل حاجات المقاطعه دي. بص انا عاجبني كونسبت اللي هو انا باين عضله مش عندي، يعني عضله الكتف مش موجوده. مش موجوده بس انا هبينها هصدر لكم. السمانه برضو ايضا مفيش سمانه محتاجه اشوف. يا حليم ما تهزرش معايا، ما تهزرش معايا، ما تهزرش معايا، ما تقولش ما تعلقش. انا قابل منهم هزار يا اخي، هم اصحابي انت، انا مش قابل منك هزار. كمان في حاجه يعني ابيض قوي. ها ايه يا صاحبي؟ ما شافش شقه. بص مروان قال له مش عارف انت قصدك تمام. بص يا عصام نظره اللي هو عصام ده بنبات مع بعض، يعني انت بتبص للناس كده دي مصيبه. فاكر ان اياد قبل كده كان بيتريق على موضوع البلوجرز اللي بيصحوا من النوم ويفتحوا ايه ده انا جالي مش عارف ايه، ما اعرفش انه جالي فجاه ما افتح بقى اعمل انبوكسنج معاك وبتاع. طب ما هو الصوره دي بتبين ده، يعني هو لسه صاحي من النوم. يا جماعه والله لسه صاحي من النوم، والله جالي سايب عندي عواصم. انا اصلا بقوم من النوم كده فلقيت درع. ايه ده انا مش عارف ايه هو واخد الدرع مع السرير، يعني احداث قوي الصراحه. 1000 سبسكرايبرز يعني. بس عامل كل ده 1000 سبسكرايبرز. يا عم يا عم يا عم اخبطك بايه ولا ارميك بايه يا حليم؟ عشان بس تفهم، لاجل ما تفهم فين حليم. اهو اهو مسج يا اسطى ما تهزرش معايا، انت مش صاحبي. الصورة دي يعني بطلناها من اعدادي. يعني ليه؟ ايوه عشان انت عندك 40 سنة فطبيعي تبطلها من زمان. لسه في اعدادي. انا لسه في اعدادي عادي اعمل اللي انا عايزه. او ده مزودني كده. طب ده بقى ده ايه ايه يا دودو؟ ده قمة الاحراج. قلب دودو والله العظيم. ده بص يا انا محرج. انا ايوه انا محرج. انا محرج. انا محرج. تمام؟ يا ريت الناس بتخش على الانستجرام تشوف الصوره دي عشان امسحها. انا مش هتريق عليك يا اياد، انت حبيبي، انا مع الحق، فانا هوري الناس صور انستجرامك وهم يحكموا. في حاجه انا على فكره مش واخد بالي من المشكله دي، وانا صوري فيها مشكله؟ ان انا اول مره اخد بالي من الموضوع ده، انا مالي هصور يا جدعان؟ سو ذيس از اياد الموجي. هولا هولا برو، انت بتجرسني على حاجات يا برو. اكين بوت سم ون وير سوكس وذ سليبرز لايك ذيس. طب انا هعرف ارد عليك يا اسطى، يعني انا هعرف ارد على انا اقول لها ايه دلوقتي؟ لا انت بتدخل حد غريب بيننا يا كريم، وده مش انا مش مبسوط. احداث كيسي دونسي؟ نو جو بارلي جو بارلي ا لا ميزو. هاو ديد هي جيت فيموس؟ بص شهر ده انت مالك؟ ابن ايه ده؟ انت شعب غلاوي قوي، انت مالك؟ والله هو هي جوت فيموس اتريق على واحده لو كحت تتويه كاسكو مصيري. ده ملوش علاقه بالهزار، بس انت بتتكلم بجد صح؟ سي فوتو سي سا سي با بوكوي سي سا سي با بوكوي جو تام برو جو تام بو بخون دي بون فوتو في لو كونتخيغ. انا صور صوره زي اياد الموجي. زاني بقى حاجه زيه. بي لايك هيم بي لايك هيم. كل ما تيلو بيعمل دور جديد انت ما سالتش. حاسس ان هو بيعمل لي دعايه، هي دعايه سلبيه بس يعني بيعمل لي دعايه. انا طوال احنا اياد اخويا روح مع ده على يد الموجي عادي ما فرقتش. روح مع بس انت ما بتحبنيش يا اسطى ليه؟ ما فرقتش. اشع مكاريم واحد مساء الفل عليكم، كل سنه وانتم طيبين. من قلب مدينه اسيوط معاكم ارسينيك والساوث بويز.
استحية واصلة بيني لرجالة أسيوط وساوث بويز. بقتش حمل الانفلونسرز والبلوجرز والعيال اللي بتطلع تتريق على خلق الله كلهم ومحدش فكر ان هو يطلع ينتقدهم ولا يرد عليهم على رأيهم. وريني كده ده عيل اسمه أدي المو اسحب لي يا ابن التحية من رجالة أسيوط وساوث بويز. أدي ابن التحية بتاعتي تاني اجي عيل فهم بتاع بدقنه بتاع انا بتاع نظاره وبسماعه سمجه وبترنج زباله يعني في ايه يا اسطى يا اسطى انت بتضايق مني بجد انا كنت بقول لك بهزر والله بقول لك ابعت فيديو قشطه يعني نهزر مع بعض انا بص اولا كده ديس لايك قبل ما نبدا ديس لايك لا 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 ما تدخلش الالجوريزم في الهزار يا سيدي ما تدخلش الالجوريزم في الهزار والنبي ماشي البني ادم ده بيطلع يتريق على خلق الله كلهم وقال ايه طالع يعمل واحده اسمها ما بقتش حمل ايادي الموجي على اساس ان هو ايه على اساس ان هو كده بيحصن نفسه ازيك يا اسطى لكش انت بتدعوا بالكلام اللي بيتقال ده اخوي اقسم بالله طبعا محدش هيرد عليه ومحد كل نفسك قبل ما حد ياكلك وبتاع بصوا ده قطعوه قطعوه ساوث بويز مقاطعه الدقن دي مقاطعه ليه يا اسطى ليه يا اسطى مقاطعه يا دي الموجة بهزر ايه اللي انت عملته ده يا دي الموجة لما يلتقى الاكل مش عاجبه يلتقى مش عاجبه ما بقتش حمل الاكل ما بقتش حمل فود بلوجرز يا جماعه طب عندي فكره حلوه طب ايه رايكم نعمل انا ما بقتش حمل ايادي الموجي ايه يا عم اياد من الناس اللي بحبها وبتفرج عليها من دكتوره حبيبي يا اخويا اقسم بالله ايوه يا عم بجد حاجه تفتح النفس يا اخي حلوه بس يعني فيديو رياكت ده يعني كونتنت انا بالنسبه لي شايفه اسهل كونتنت ممكن افتح فيديو دلوقتي مقبوله منك يا عم ونجم النجوم الشاذلي واعمل مثلا فيديو رياكت اشكر فيه او اقول مثلا كده والفيديو هيجيب ماشي يا استاذ عم ففين الصعب وبعدين ايه بدات راب الدنيا ما مشيتش خلاص يا استاذ عم قعدت اتخبط في الناس حصل شويه هجوم دخلت في فيديو رياكت بعدين اعمل حاجه اعملها صح يعني خلاص يا استاذ عم انت جيت فيديو الاكل جيت كتبت عمرو الهادي هو البابا جاب ورا استفزنيش يا استاذ عمرو بعد اذنك خلاص يا استاذ عمرو جبت ورا ليه طيب وبعدين الدنيا مشيتش شويه جبت ضيوف بدات اطلع جس لا يعني اعمل حاجه اعملها لحد الاخر صح انا نعمل انت اوفر ريت واختراع ومش اختراع وفي الضياع جوسي لوسي برانش تشيزي تشيزي كراتش تك 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 جو ساعة برد شتاء انا ما بقتش حمل الشتاء خلاص يا اسطى خلاص يا اسطى خلاص يا ادي الموجي ايوه بركاته انا ادي الموجي وده فيديو جديد سب جديد اخليكينا على اي وبرك اقول لك عشان انت راجل كبير بس انا عارفك اهو عارف انت لو في سني والله لازم كان ليا تصرف تاني بس مقبول فؤاد ايه خلاص يلا انت يلا انت الفولدر كله انت ولا ايه ما خلاص يا ما كفايه انت رايح فين انا رايح القهوه يا عم بقى هنفضل نقعد على القهوي انت ايه ما بقتش حب القهوه ولا ده سيبك يا تقيل على قلبي يعني واحد من احبة لوس استاذ عبده حبيب قلبي يا استاذ والله العظيم استاذ واحد عزيز على قلبي يعني موجز قال له استاذ عبده قلت له نعم يا حبيب لوس قال انا بحبك يا استاذ عبده حقيقي قلت له بتفهم عندك ذوق قال له استاذ عبده بعد اذنك افتح الكاميرا افتح فيديوهاتي واتفرج واتريق على محتوايا واتريق على الفيديوهات بتاعتي يعني بهدلنا استعبد ما قلتش كده استعبد افتح الكاميرا واتفرج على المحتوى بتاعي واتريق عليا واغلط فيا استعبد ما قلتش كده والله العظيم استعبد والله ما قلت كده تهزعني استعبد لا استعبد شعره كده فضل يبل شفايفه كده ويعدل النضاره وبتاع قلت له حاضر يا حبيب لوست بس في مشكله واحده إيه؟ ان انا مش هزودك 400,000 مشترك ماشي يا استعبد بس انا ما قلتش كده يا استعبد والله يا دي الموجي شبه النضاره او الشنب والمناخير اللي بيتباعوا في الاشارات اللي هم الرخاص دول عارف اللي هو بتلبسهم بتبقى شبه يا دي الموجي بتوع كريسماس ايوه يا دي الموجي شبه اي حد اسمه اياد في العالم يعني فكر لو انت واحده راحت اتسرقت وقالت له كان اسمه اياد الراجل اللي بيرسم درس انها يا دي الموجي يا دي الموجي شبه اي عيل في روضه زايد يوم خميس اللي هو العيال اللي ما كانش معاهم فلوس كافيه تروح اركان كمل اللي هو ما كانش معاهم مولد برضه يا دي الموجي شبه اي واحد سوري جاي ما تقولش فات ما تقولش لا رمى قلت لك شبعت لي انا قلت لا غلط مالكش دعوه ايش مصر انا لسه جاي في الحوار ده اه يا دي الموجي دايما بحسه سوري عملت ده كاتبها يا دي الموجي دايما يعني انا قعدت فتره كل ما اشوفه بجوع يعني اللي هو بعد كده ومش بجوع لحاجات معينه يعني بتوميه كنافه نابلسيه ببقى عايز صحن او سندويشه وعايز صاله او تكاوي معلم معلم
بحس زياد الموجي ده وهو صغير كان الواد اللي معاه كروت يو جي يو دي وكان معاه الكارت اللي هو التنين الابيض ازرق لعينين. ايوه مش فاهمه ماله بيستنك ليه كده بس ومن غير اشراف عائلي. عارف انا مش هرد عليك. عارف ليه؟ عشان تقليل ادب وممكن تشتمني. انت لو شتمتني انا مش هشتمك عشان انت ضخم وممكن تضربني. لو ضربتني انا مش هضربك عشان مش هعرف اضربك بصراحه استاذ عبد الله. مع كامل احترامي اتفضل اتفضل ادم موجي كل سنه وانت طيب. طيب يا حبيب قلبي ايه الوسامه دي؟ يا خلاصي انا عايز اقول لك حاجه اخيره قبل ما السنه تخلص. انت اتكشفت ليه؟ ليه لما جبت وليد معاك في الحلقه بان قد ايه انت دمك تقيل. ماشي يا بقى موافق. هو دمه خفيف قوي الحقيقه. حصل. فحاول تجدد بقى وتدخل ناس كده دمها خفيف تاني زي وليد كده معاك في الحلقه. حاضر. عشان حاضر. انت لوحدك هتتكشف يا عم. ماشي عشان عينك الخضرة دي بس. اوكي بس هو طيب واو طيب نسيت ما تتريقش عليا تاني عشان لو اتريقت عليا تاني انت عارف هعمل فيك ايه. حصل. وربنا اجيب وليد يتريق عليك. وريني بقى تعمل معايا ايه. خلاص بقى يا ده انت وربنا ما شايف الفيديو امشي. فاكر البدله اللي انتوا بتحبوها استاذه امينه؟ استاذه امينه يعني اي ميس يو اي ميس يو. سمعنا ورينا العظم. فاكر البدله اللي انتوا بتحبوها يا جي الموجي. اول صوره معانا بيقول انا كول انا جامد انا شبح جاد. انا ما قلتش كده ما قلتش كده خالص. دي ممكن اديها 7 من 10 ولابس النضاره اللي هو اوعى وشك تركز على اللي حضرتك شايفاه. انا هنا مجرد متفرج. البوست ده عشان هيكمل معانا كتير اللي هو اوبا انا جامد بدله بيسك. طب بالمناسبه الحلوه دي بقى منها كلها دايره تمرمط في صوري وانستجرامي وبتاع ما تنسوش تعملوا فولو لياد الموجي على الانستجرام. تقدروا تتريقوا هناك براحتكم فلازم مش هتنفع باي حاجه بصراحه. ما تنسوش تعملوا فولو على الانستجرام حطيت لكم اللينك في الديسكربشن وعملت واهو هتلاقوه هنا مثلا او هي مش عارف ممكن اعمل كده واحط هبص اعمل حاجه بتضحك. ماشي هقول لكم ده الانستجرام بتاعي واكتبها لياد الموجي بس مش هكتبها هنا هكتبها هنا عشان هي بتضحك. انا جامد بدله بيسك ب 3 جنيه وربع زي ما احنا شايفين. تقييمي ليها 0 من 10 طبعا. الجزمه لا الجزمة دي حد مستعيرها منك قبل كاتس. هو قال لك يا بوسي ده ايه عدم الاهتمام في الافراح ده اياد بقى فاهم. جينا على الصوره بقى اللي هي نص الوش دي مش عشان اللبس دي عشان الصوره 0 من 10. ليه اياد نفس البوز متكرر تاني انا شبح جدا اوعى وشك بس المره دي على سياره مدغدغه. بصراحه اللبس حلو ممكن اديله يعني 9 من 10. لا ولا نمر تليفونك كام اديني النمر اوام. معجبة مخرمة انا بقى مش عايز اللهوة 012 صراحة انا بقيتش حامل الحاجات دي. ماشي يا حاج اتفضل يا حاج. بقيتش حامل هاج الموجي ده. حقك عليا يا حاج حقك عليا اقسم بالله. ايه اللي بيعمله ده؟ ايه ده؟ انا زبالة انا زبالة. ما بقيتش حامل الحاجات دي خالص. ماشي يا حاج. احنا ناس عواجيز. لا والله العظيم كلك شباب يا حاج. تعبنا من الحاجات دي. اسف. ما عادش حمل اتحمل اي حاجه. راسك يا بوس يا حاج والله العظيم انا ندمان ندمان. ايه يا حاج؟ ايه يا ريس؟ انا رايح فين؟ انا رايح فين؟ هولا بيكو استاذ بسيوني. مش مزعل ابويا ليه يا اسطى؟ مش مزعل ابوك والله. مش مزعل يا اسطى. مش مزعله والله العظيم ما بزعله مش مزعله يا استاذ بس انت لو في ده استاذ بس يا اخي راسه وصى اقسم بالله ما عملت له حاجه والله العظيم. السلام عليكم ورحمه الله. النهارده يوم الخميس انا ما بقتش حمل الوقت ده. انا ما بقتش حمل. لا انتوا كلكم هتقعدوا بقى تتكلموا لي من الناحيه دي ولا ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا اخويا استاذ مروان ملك ملوك التحليل الكروي. موضوع سبت جديد ده بصراحة خانقني يعني. ما هو احنا اصلنا مش قليلين قوي صناع محتوى الكورة عشان ينط لنا واحد في السبت الممتاز بتاعنا. انا نفسي سبت السبت الممتاز وبقيت انزل بالحلقة يوم الاثنين. فيعني ما خليك كرييتيف يا استاذ مروان. هقول لحضرتك حاجة. انا لقيت السبت هو اشرح حاجة هو السبت اجازة انت فاهم يوم اجازة كده الناس بتبقى قاعدة في البيت. وبعدين يا استاذ مروان معلش يعني لما الدوري الانجليزي خلص وقعدوا شهرين ما بتعملوش حاجة مين شال السبت ده على كتافه؟ مين مسك يوم السبت عمل له قيمه؟ مين سهر الليالي عشان يعوض متعه البريمير ليج؟ مش انا؟ ماشي يا موريسي قول يا موريسي قول باركولي يا جماعه جبت نظاره عشان اتفرج على اياد الموجي براحتي واستحمله بما فيه. لا ما تقولش يا موريسي. ما تقولش يا موريسي عليك. الاخر الحقيقه هو تيشيرت ارسنال يعني ما تبقاش حرامي
وسرقت اسم حلقه الجمهور اللي ظهرنا مع بعض فيها وتبقى كذاب، لان انت لما ظهرت في الحلقه يا اياد عرفنا انك كذاب وبتشجع فريق ليفربول ومن انصار محمد صلاح. قول انا ما الناس الليفربوليه بتقول. بقول لك ايه يا ليفربول، بقول لك ايه بقى، انا مش بقول لك مش خايف منك، انا بشجع ليفربول وبحب محمد صلاح، بحب اليسون، ايه رايك؟ بحب ارنولد، انا بحب انا كيف اشجع ارنولد يا اسطى، انا مش خايف منكم، طلعوا الكره اللي جواك ناحيتي. طب ايه رايك بس في موريسي ان انا ليا تيشرت كوره عندك وانت ما جبتوليش؟ وربنا يا جدعان ليا تيشرت كوره عنده. نفسي من زمان اعمل كده، بس انا وانت عارفين ان في حد احسن مني في الصف، خطير اكيد مش خالد حسام. اه ده انا. اوكي ماشي، هو انت ايه؟ شكرا. انت تتكلم عن نفسك. ده انت اللي مزود. انا ما تزودهاش مستكتر ازاي في حبيبتك شويه. يعني ايه طيب؟ والله هو مجهود عظيم بصراحه، بس انا اتضايقت. حتى لو طول اصلا وقف وقف، اثبت اثبت وقول لي يعني ايه. ولا اصرب طولك كده قول لي يعني ايه اللي انت بتعمله ده. انا ماليش صحاب. انت عارف ان انا ماليش صحاب. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه النهارده؟ كويس زي حضرتك. طب النهارده حلقه جديده، يوتيوبر جديد. مين يا ماما؟ يا دلموجي. حكي شويه. ايه يا زند؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إياد الموجي وده فيديو جديد. إيه دمت؟ إيه؟ دمت موجي. ليه؟ لا من بجنيني أنا حسيته رخمة. ليه يا دمت؟ رخمة؟ أنا رخمة ليه يا دمت؟ إياد؟ لا يا ماما ده عسول جدا. كلها إسلام أجنبي. مش عاوز أتفرج عليه. ليه؟ ليه؟ ليه يا دمت؟ ليه؟ ما لسه احنا حتى. طب نكمل الفيديو طيب؟ لا مش هكمل. لا 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 والله العظيم افعل بك. تمام نديله. طب ريت؟ مفيش حاجه تريت، رخمه. طب نديله طيب ريت يا ماما لاي حاجه. عريت شعره ونضارته، مستر بين احسن منه. مستر بين الحمد لله ما قالتش كده حسام. مستر بين ايه يا ماما؟ نديله ريت، نديله ريت لكل حاجه ونقفل الفيديو على كده خلاص. اي حاجه يا طنط والله. اتفرج عليه. هو مولع حتى مش واحد، زيرو. ليه يا طنط حرام عليك؟ انا مش عايز اتفرج. مش عايز، مش طايق اشوف وشي. حمل. وانا ما بقتش حلم اليد ده. خلاص يا مش مشكله. ماشي يا زلمه، كرة اسلام وربنا انا جاي بكره عندكم تاني وربنا. الفيديو ده وجعني قوي يا جدعان. اياد الجميل، ايه الاخبار يا حبيبي؟ حبيبي قلبي يا توفيق. انا بعمل فيديو، هو اللي انت قلت لي اعمله، اللي انا اتريق عليك فيديو ابعته لك عشان تتريق عليه وانا بتريق عليك. انا كنت عم جد توفيق الغباوه دي. بس هي مش مشكله يعني، انا كاتب عليك افات. اياد لو انت كنت بتعمل فيديوهات حلو كان هيبقى اسمك نجاح الموجي. ها ده بس اللي انا لقيته يعني، عشان انت ما عندكش محتوى يعني، فانا ايه ده الوحيد اللي انا طلعت عليه يعني. وبصراحه مش عارف اقول عليك ايه يعني، انت اروش واحد فينا يعني. وبتقول بقى ده ماسك الناس بقى كلهم، انا ما بقتش حمل، مش عارف بالظبط بتقول ايه، بس هي حاجه كده يعني. الفيديو الوحيد اللي انا اتفرجت لك عليه، اللي انا شفته لك يعني، كان الفيديو كنت انت ووليد المغازي، كان لذيذ قوي. كنت بسكيب طبعا الحتت بتاعتك اللي انت بتتكلم فيها يعني. على فكرة انا كمان كنت بعمل كده غالبا. سيب والله يا استاذ توفيق، سيب. عشان كنت بسرخ بقى وبشد في شعري وبتاع، كنت احب بس اتفرج على اياد يعني، بتفرج اقصد على وليد وهو بينطق حرف الري يعني، بموت فيه. وريني بقى اياد ابن اللذينة بقى هيتريق عليا ازاي يعني، وريني كده احب اشوف يعني. بص والله العظيم طلع لي هنا اهو النهارين اللي في اللف. بلاش، والنبي شيل دي، وربنا شايلها، وربنا حطها. حبيبي عم اياد يا جميل، النعمة لقيتها مرتين. العظيم طلع لي هنا اهو النهارين اللي في اللف. يعني ايه؟ انا مش فاهم يعني ايه. طيب لا مش فاهم بجد والله. يعني ايه الفيديو اللي انت بعته انت وباهر؟ مش فاهم. طب يعني بما اننا يعني هننول شرف ان احنا نرست اياد الموجي، استاذ يايا والله العظيم ده الشرف ليا. اياد الموجي من كتر بيتريق على الناس قالوا هنطلعوا شبه خالد حسام. انا اسف ما جت فيه، بس انا موافق. يا رب كل الرست يبقى كده، انتوا كلكم ما عملتوش كده.
صح ايوه انا متضايق قوي. حلوه دي كمل على نفس النهج والنبي. بس يعني انتوا الاثنين واحد مش اوريجينال؟ لا 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 استنى مش واحد انا ما اعرفوش. بمناسبه انكم مش اوريجينال، اياد الموجي وخالد حسام ومهاب شادي عاملين زي اللي راحوا نفس الشارع فتحوا نفس المحل بيبيع نفس الحاجه جنب بعض. لا ما لا ما اسمحلكش. انا فاتح هايبر ماركت، ما فاتح سوبر ماركت، كان فاتح كشك او بيبيع مناديل حاجه كده. اياد الموجي شبه العصفوره، مع الفرق ان هو لما على الناس هو اللي بيتكسي. بس الابتسامه دي من قلبه يعني، هو بقى على حاجه بجد بس قالها بطريقه هزار اللي هو عايز يقول لي كده في الحقيقه يعني. اياد الموجي شكله غني وفقير في نفس الوقت. والله العظيم حكايه اللي هو بيبتسم بعدين دي بقى بتبقى جواه يعني، هو مش بيهزر. هل اياد الموجي اخويا ورعي صانع محتوى شاطر؟ يعني اظن ما نعرفش، كل اللي احنا عارفينه ان هو راجل مش حمل حاجه. تمام، بيلعب دور مهم في صناعه الكونتنت ان هو سب بالله انت راجل محترم، انا حسيت ان انت اللي هيطلع منك حاجه محترم والله. بيحافظ على التوازن ما بين الكرياتيفيتي والكرنج، ان هو بتقعد تضرب في الكرنج عشان لحد ما يبدا يقل وكده فاهم، فبتحافظ على التوازن البيئي. لكن هل هو بقى بيعرف يعمل محتوى شاطر؟ يعني هو عنده قناه اسمها اصلي اصلي، يوم قررت تعمل محتوى يا اما كانت بتسرق المحتوى او كانت بتعمل محتوى برضو يعني كرنج شويه يعني. هو ممكن ما يبقاش حمل القناه بتاعته دي اصلا. لكن على فكره كان ممكن لما كنت تيجي عندي البيت، لما جيت عندي البيت كان ممكن تقول لي الحاجات دي فاهم، لكن انت قدام الناس بقى انا ما بقاش عندي اصحاب. جدعان في عمر عماد على الانتاج اخويا مستخف دمه كده بقى. لا مش اخويا، استنى بقى له شويه. هو صاحب الواد التاني اللي هو بتاع سبونج بوب. لا 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 هي ليه دي حاجه سيئه، نقطه سودا في تاريخي. ليه دي نقطه سودا في تاريخي؟ بتعاقب بسببها. هما شباب كده لذيذه بيعملوا فيديو رياكت وبتاع. بس حابب اوجه لك رساله واحده يعني. بس لا هم رسالتين، بس اول واحده الناس مش لعبه في ايدك يا برو يعني، خلاص بقى يعني فاهم يعني مش لعبه في ايدي ولعبه في ايد خالد حسام يعني خطر فاهم، نسل وبتاع. وتاني واحده انا ما بقتش حمل اياد الموجي. ماشي يا عم يا عم. اياد الموجي فاكرني؟ ده مش فاكرك سلام. اياد الموجي فاكرني؟ فاكرني انت لسه متريق عليا في الفيديو بتاعك اللي فات؟ انا عندي بس ليك كام سؤال كده. اتفضلي يا فندم. يعني انت ما بتعرفش تتصور وما يا جدعان، هو موضوع التصوير ده بجد انا مش انا في حاجه مش فاهمها بجد. انا 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 فاكر نفسي لوش، انا فاكر نفسي لوش. انا في زاص، انا مصدوم اهو. وحشه انا وابويا وامي. يا جماعه كلكم تصوروا زي انا وابويا وامي، اكتر ثلاثه بتحبوه انا وابويا وامي. هو انا قلت انا بحب نفس الحاجه صح؟ النرجسيه دي علي معلول وابويا وامي اهو. ما تعرفش ترقص؟ صدقني يا اياد الرقصه دي مش مضحكه خالص. وبجد مش مهم، دي مهم هسامح فيها. ما اعرفش دخلوك طب ازاي اساسا؟ قفلت نحو وتعبير. وتعالى بقى ما ننساش انت اصلا مشهور على قفا واحده يعني. يعني يا فرح في يا فرح، انا حاسس ان انتوا بيبقى جواكوا حاجات عايزين تقولوها في الحقيقه وما صدقتوا. قلت لكم هعمل حلقه فقررتوا اللي هو الفلوس اللي انت كنت سالفها مني. يا اياد يا موجي كل الحاجات دي وعندك قدره انك تتريق على الناس. انا بس عايز اعرف انت جايب الثقه في النفس الزياده دي منين عشان اتعلم منك؟ ده ديلوجن مش ثقه. انت عارف جيمي الفنان العظيم يا اياد يا موجي؟ يا نجم انت فيديوهاتك بالنسبه لي اتقل فيديوهات على قلبي. ليه يا استاذ جيمي بقول لك قلبي وحاجات كده؟ بعد فيديوهات خالد حسام على طول. ما تقيل قوي تقيل. موافق يا ماما، تاخدوا السكه دي يعني، خدوا السكه دي وكملوا فيها. ما عنديش مانع تشتم اليوم كله. طب انت يعني نفسك لما تخلفي يعني تسمي الاسامي ايه اللي هو ولد وبنت كده مثلا اساميهم ايه؟ يعني نفسك تخلفي ولدين. حلو، الاولاني ايه بقى؟ مصطفى. اسم حلو، اسم حلو طبعا وجميل، درش حبيبي. انا الام من اللقطه اللي هيتم ادراج اسمي بيها باي شكل. والتاني اياد. اياد بتحبي اسم اياد قوي يعني؟ والله اسم حلو يا استاذ خير يعني والله اسم حلو يعني اسم حلو. متضايق؟ لا انا مش متضايق، لا مش متضايق، لا لا ده اسمي بيعصبك، اسمي بيعصبك. صوتي بس انا شرقت تقريبا يعني. بس يعني اشمعنى اياد يعني تحديدا؟
لا ما عنديش مشاكل شخصية مع الاسم طبعا، لا ما عنديش، بحبه جدا، بحب اسم اياد جدا. هذا بموت فيك واسمي بيموت فيك، بحبه قوي يعني. طب ما نسمي التاني برضو مصطفى بشرطة مثلا، عارف انت اللي هو يعني الاتنين مصطفى، واحد عادي واحد زي 810. ده اسمي بس مش عقدة، هتلاقي في اياد كويس غيري كتير. طيب هوريكو اياد الموجي لو كان دمه اخف شوية. عامة مش صح، موافق صح. دلوقتي هوريكو اياد الموجي لو ما كانتش كنزي مدبولي اتكلمت عنه في الستوريز بتاعتها. وحشة منك ده وليد يعني، ده احنا بارتنرز في النجاح برو ليه كده. هوريكو اياد الموجي في كل الحلقات ما عدا الحلقتين اللي انا كنت فيهم. كندر مقاطعة اشتموه ازاي في شو جاي وجاي مقاطعة مقاطعة تشتمني يا اسطى وربنا يوريك. اسمع يا اياد يا موجي. ايه اسمع اياد يا ابني. يا لا انت هو لا بقول لك ايه انا من الهرب. انت وحش واحد شفيته عيني يالا. يا ابني انت ما بيجيش مع حد سكة اصلا. يالا انت نرد يالا. انا ليه دخلت عند الافريقي فجأة؟ يا ابني يا طريقك كعبك غيرها يالا. غيرتها ده انت لو كنت هتنبكوا برقبتك يا على اني اعمل اضربكوا وربنا اللي بتخانق انا مش بهزر يالا ولا يالا يا عم ربنا احلى وبينا حلو يا عم بقول لك حاجه بالكامل بامبي اللي جيت لنا بيه لو جيت تاني هنا هتتدشمل ولو يا اسطى بص ربنا ما تعرف تعملوا حاجه مش نازل من زوري ولا كان عايز يرني مالكش يا اسطى حرام من دقنه يا صبره قول لك ايه العشوائيه دي انا مش ملاحق يا اسطى كلمه كده من الاخر عشان ننهي معاك الكلام ايه عشان نخلصها معاك كده يا صاحبي لو انت جيت على السكه هنحطك على الدكه ايه داخلين على اخر السنه 2023 بتنتهي حابب اعلن في حلقه النهارده ان الفيديو في السنه كل الناس افتح لي الصفحه الجديده وكنسل لي اي ميعاد انا عايز اقول بس خايفه ازعل ناس ما بقتش حامل اياد ليه ما بقتش حامل اياد ليه عايزين ايه منه اياد مش فقدان بس انتوا مش حامل ودي ودي لو ممتاز يبقى اكيد في ناس مش هتحب ودي كل الشخص فيديو جديد الجوده عنده كلين لا تكونش بوب ما تزعلش روح يا عم ده لحد ايوه اسمي ودي اجلد السفنجة مكيش معوشان بس انت كل الناس افتح لي الصفحة جديدة وكنسل لي اي معاد انا عايز اقول بس خايفة ساعة الناس ما بقتش حمل اياد انتوا عايزين ايه منه اياد مش فقدان بس انتوا مش حامل والسبت لو ممتاز يبقى اكيد في ناس مش هتحب كل السبت فيديو جديد ممتاز الجودة عنده كلين اسبونش بوب ما تزعقش وروح يا عم ده لحد كبير ما تجيش معه بشان خسرت كل الناس افتح لي الصفحة اغنية الموسم جايزة اغنية الموسم الاستاذ عبد تسلم لي اغنية السبت الممتاز ده انا حد انزعج من ظهور الراجل ده في كل حتة فجأة انت لقيته كده هو اتحسب عليك واتحسب على التلفزيون بتاعك وعلى الباقة بتاعتك وانت ما تفهمش هو جه ازاي اصلا بس ان هو بقى زي السايس زي باب متطفل زي بتاع الروابيكيا حاجات بتلاقيها في حياتك حواليك غصب عنك ما بنعرفش نغيرها انت بجد يا اسطى عامل 38 حلقه سموم ما بقتش حمل يا عم وانت مالك انا حاسس ان انا ممكن اعمل 10 حلقات ما بقتش حمل دلوقتي حالا ما بقتش حمل ياد النوبي ما بقتش حمل ياد اليوجي ما بقتش حمل ياد البوجي لا مش ده ايوه ياد البوجي ما بقتش حمل ياد النوتي ما بقتش لا خلاص هي ياد النوتي ما بقتش حمل ياد الدوبي انت اياد بدل ما انت عمال تجيب لنا ما بقتش حمل اغنيه ما بقتش حمل يوتيوبرز ما بقتش حمل مش عارف ايه كابلز طب يا عم ما تخش الاوضه اللي جنبك يا عم تشوف اخوك تشوف فيديوهات اخوك القديمه اللي كان بيعملها المراقب الغامض طب النضاره اللي قاعد هناك ثبت الغموض يا عم انت ليه معاك فيديو زي ده؟ انا بقيت حمل اخويا الغموض تعالى يا جماعه ساعه ونص لسه ساعه ونص ماشي حابب اختم الفيديو ماشي دوت فيديو ليك انت ايات كده صغير
يعني انا مش هتكلم عليه يعني انا هسكبه انت هتتفرج عليه انت لو حاجه هتضايقني اشوف المونتاج عادي جدا ما تشغلش مخك اللي تركز عليه مش انا اللي هتكلم عليه ايه ده انت مسويها عليه يا اسطى هي في عزه ولا ايه ايه ده ده بقى مين عزه بجد مين اللي قتل الرصده اللي هناك ده لو عجبك الفيديو اعمل حركه الاكسبلور واعمل لي لايك وفولو انا بس عايز اسال سؤال انا الفيديو ده عملته امتى وعندك ازاي انا مش فاكره اصلا وليه بمشي كده اوكي بوجو اوكي يا دم بوجو انا عايز اقول لكم ان ايدي الموجي حرامي انا اللي عملت اول يا عم بس يا عم اقعد يا عم جايب لنا الكلام وعرفنا وبتاع نص الناس اللي بتشتري بسببك يا عم فيديو بيتش حمل على اليوتيوب ومن ساعتها وهو خد التايتل ده وخلاص بنى عليه شخصيته خده مش عايزه خده ما بقتش حمل فانا اتمنى من ايدي الموجي ان هو يحاول يبتكر يحاول يفكر في حاجه مختلفه يحاول يفكر في حاجه جديده ياخدها انت يلا عنه بقى مشاكل ما بقتش حمل روح لخلال حسام انا ايدي الموجي انا هو انت لسه بيتكلم وده فيديو جديد سب واضح ان هم بينفستوا في الكره ليا ليه يا نهار اسود يا نهار اسود تعالى ولسه عايش انزل عليه ليه يا جماعه ده حس على الكراهيه رسمي هتعمل ايه يا بيزمل ايه يا ايه جدعان حرام عليكم يا جدعان ده خلصنا منه يا جدعان اخيرا هم وانساح انا ايدي الموجي راوند 2 وده فيديو جديد سب جديد داخلين على اخر السنه 2023 بتنتهي حابب اعلن يلا جدعان هدوس يا جدعان بتكرهوني بجد بامانه طيب بجد بتكرهوني فعلا انت بتحبونيش والله بص عليه ما ماتش سناب العربيه ما ماتش برضه هو حل واحد ولا هزاره انت بتهزره بتهزره والله بتهزره ده فايلنس ده والله عامل لكم ريورت ورب اعمل لكم ريورت يا نهار اسود اظن كده كفايه انا ايدي الموجي انا مش عايز بس خلاص كده انا كنت فاكر ان انا اللي شوت جاء المحاربة شوت ايه انا بس طلع محدش بيحبني مش عارف انا تقيل على قلبكم كده انا عايز اعيط انا عيطوا جاي يا جدعان ثواني انا كنت بفكر ابطل واريح شويه شكلي مش هبطل ومش هريح تعالوا تعال انتهينا من الفقرة التانية الحمد لله الله يلعنها ابو دي فكرة ونروح الفقرة التالتة كانش حمل خصومة شلته في التخشيبة بعتوا على مقطورة كذا حد قال لي راجع نفسك يا ابني انت فيك العبر يا ابني انت الناس اصلا انت مادة خام للسخرية فاستاذ حسام حازم كرمه هو يبعت لي فيديوهات ليا وانا مادة خام للسخرية تعال شوف فيديوهات زي العسل ليا عاملين ايه اخباركم انا ايادي الموجي وانتوا المشاهدين سقف تمام انت مين والله يا ابني يعني احسنت يا ابني والله اخلص انا كان عندي اكتئاب ولا ايه يا جدعان ايه الحاله اللي انا كنت فيها يا ابني عايز اشوف نفسي يا ابني كلنا واجهناها فكره انا عاوز اضحك دي حاجه انا واجهتها وانت واجهتها وابويا واجهها وابوك هو ده قريبك احسن طيب ده قريب بتوجب معايا يعني يا عم انت مين وربنا ما نكمل الفيديو بلاش لما نكون في المواصلات وقاعدين بنبص لبعض بقالنا ساعه لحد ما اطلع الموبايل وادور عليك
ازاي تشقط من تليجرام الجزء العاشر. والله انا كنت قاعد في حالي بحاول اتخرج، لقيت واحد صاحبي بيكلمني بيقول لي الحق في واحد بيتكلم عليك. بقول له مين ده وبتاع، بيقول لي يوتيوبر اسمه اياد الموجي. انا ساعتها كان تليفوني بايظ بالمنظر ده، ما كنتش اعرف حد اسمه اياد الموجي خالص، وانا من النوع اللي هو بيفتح سوشيال ميديا كتير. كان بقى لي اسبوع اربع ايام كده ما كنتش بفتح السوشيال ميديا، فتعالوا شوف كده اتشهر ليه. تعالوا كده شوف اياد الموجي. بلاش لما نكون في المواصلات شارلي انت انا اسكندنافي براجيني وابيض بلاش بس الشنطه حط مونتاج انا عم ده يا جماعه عشان بس الناس تفهم يا جماعه ده بارودي ميوزك فيديو برازيل ده بقى براجيل امك فضه نط في تراش نط في المول عملت باركور على سقفك قالت قلت شوف ممكن اتعرف لا ده مقفول خطبني اتقابل لا ده مرسول كاتب عليها لا ده محمول دوري بالقاس ده لا ده معلول وانا متزهقن خالص في جنبك ماسك الكتريك خالص شباب ليها بتقسم خالص وانا بصراحه مش هنتك خالص حبيبي اللي بيتموت كنت محتاج سكوبين بروتين كمان قبل ما اقلع. لب وحمص اتخانقوا على مين؟ يا عم ستيف الهوكينج انت بتقول النكته كده ليه؟ بيسلي اكتر. فاللب مد ايده على الحمص، قام راح الحمص قال له ابعد يا عم ما ترمسنيش. عجبتك؟ انت عبيط يا ده العبره اللي بتضحك انت والله عبيط. ايوه انت صح. واضح ان ده 100 عمره تقيل يعني. بس كنت عايز اوريكم يعني ده حاجه يعني مفاجاه بقى ليكوا. عايز اوريك اول فيديو انا عملته على اليوتيوب في حياتي. انا اول فيديو عملته على اليوتيوب في حياتي كان بالتاريخ 25 مارس 2019 يعني اراوند 4 سنين. الفيديو ده كان اسمه عاجل افتتاح اول قناه جيمنج في اليوتيوب. هتعمل لي انترو؟ ماشي. معانا ومعاكم اياد الموجي، ستريمر، جيمنج ستريمر، راديو اديتور، سكتشر، اباوتر، سكريبت رايتر. طبعا عملت قناه يوتيوب جديده اللي هي دي اللي انا فيها. انا كنت بكلم مين ساعتها؟ كنت بكلم يعني مين اللي انا كنت بوجه له الكلام؟ عايز نعمل قناه يوتيوب جديده هنزل فيها فيديوهات ستريمنج جيمز بس، تبقى كل الجيمز اللي محدش بيلعبها غيري. This is how it started. This is how it is going now. I started from there. Now I am here. The same guy but was different. من اللي في اول. The same guy. تبقى زي ايه اللي انا عم ايه؟ ليه؟ ايه القرف ده؟ اي جيمز ممكن استريم. اي جيمز عمر هيقول لي عليها استريمها لان هو اللي عامل لي القناه. عمر اخويا اي جيمز عمر هيقول لي ان هو عامل لي القناه فاهم اللي هو منتج فاهم معاه حقوق ملكيه. سبسكرايب في القناه وهعمل تحديات جيمز لاول مره في تاريخ اليوتيوب. تحديات جيمز اقسم بالله ما كنت عارف اقول ايه ساعتها وربنا ما كنت فاهم انا بقول ايه. وعايز اخلي الاوترو بتاعي كده. القناة دي بدأت من 4 سنين. الـ4 سنين دول اتعلمت فيها مونتاج، أبلود، تصوير، كل حاجة لها علاقة بالسوشيال ميديا. هو شخص واحد اللي كان سبب في وجودي قدامكم هنا، شخص واحد اللي علمني كل الحاجات دي، شخص واحد هو اللي شجعني، هو اللي خلاني اعمل فيديوز. حابب اشكره شكر خاص لان انا من غيره ما كنتش هبقى موجود قدامكم. مش عارف كنت هبقى فين، بس هو اكيد ان انا كنتش هبقى هنا، هبقى كنت في سايبر مثلا. الشخص ده هو عمر الموجي. بس هو عمر نايم فحاول اصحيه، لو مصحيش اقفل الحلقه، لو صحي خلاص. لو جت معاك بجلال اكيد مفعول برجال، لو بجد شغال مكافحه. عمر عايز ايه؟ ضيف الحلقه النهارده عمر بيتكلم. هو بس لسه صاحي بصحيته عشان يصور، بس انا كنتش قايل له بصراحه فمش هينفع نصور معاه النهارده. ممكن نبقى نعمل حلقه ثانيه معاه،
وبس كده. حاسس ان انا كنت اقول له قبلها بيوم مشاهير فاجئته بصراحه يعني ما تزعلوش منه، هو على فكره اطيب من كده في الحقيقه. الفقره الخامسه من الاسطوره باربي حب مامته، انا خصمي جات له الحاله الماده مش فعاله لو عاش في جد. وهي ليكو وليا وللجميع. عايز اشكر الناس اللي كانت معايا طول السنه دي موجودين معايا، عايز اشكركم طبعا جدا دعمكم واخلاصكم واعجابكم بما اقدمه العبط اللي انا بعمله. عايز اشكر اهلي طبعا، ابويا وامي على كميه الفلوس اللي بيصرفوها عليا. عايز اشكر العديد من الناس، عايز اشكركم، عايز اشكر عمر وبعتذر له، وبشكر حسام وبابلو واشرف القائمين على هذا البرنامج الجميل. مبسوط بالكلام اللي انتوا بتقولوه، يا رب الحلقه تكون عجبتكم. سنه سعيده ان شاء الله، السنه الجايه تبقى احلى واهدى. لا ننسى في نهايه الفيديو ان نرسل دعمنا وتضامننا مع فلسطين، ربنا يا رب يهون عليهم يا رب ويرحم شهدائهم. بحبكم يا رب، ما كنتش ضايقتكم او كنت حد خفيف عليكم السنه دي. تنسوش دائما وابدا سيظل دعائي ليكم ولنفسي يا رب تخشوا الجنه. ولو معايا ماشي، اول واحد انت تقول معايا 1 2 3 يلا ضحكت عليك. يا رب تخشوا الجنه. I love you. باي. امين رؤيات مش فقدان بس انتوا مش حام. والسبت لو ممتاز يبقى اكيد في ناس مش هتحب. كل السبت فيديو جديد ممتاز، الجوده عنده كلين.